شوفوا لي على هالنغامي اللي ما بيرحم. كيكي بدقيقة واحدة، شو هالحكي هذا يا شيف بلال؟ مو بس هيك، واحدة بالشوكولا، واحدة بالقهوة، وواحدة بالفانيليا. بتعرفوا شغلة؟ انه لما بيكون عندي ضيوف بحط ابريق الشاي على النار وبجهز الكيكات قبل ما يخلص الشاي، وشغلة طيبة وبتبيض الوش. خلونا نشوف كيف ساوينا هون. هلأ عادة أنا الفنجان مثل هاد بخلط المكونات فيه وفورا بخبزون. بدنا لكل فنجان من هاد معلقتين طحين ومعلقة نشا ومعلقة سكر ومعلقة بيكنج بودر صغيرة ومعلقة زيت وثلاث معالق حليب وصلى الله وبارك. بصفة هون المنكهات نحطها حسب الرغبة. خلونا نشوف كيف ونطبقهم واحدة واحدة مع بعض. هلأ بدنا لكل فنجان معلقتين طحين ممسوحين، هاي معلقة وهي تنتين. لكل فنجان معلقة نشا، لكل فنجان معلقة سكر. هلأ منجيب ظرف البيكنج بودر، بدنا معلقة صغيرة لكل فنجان. هلأ هيك صفينا بس 3 معالق حليب ومعلقة زيت. هلأ قبل ما نحط 3 معالق حليب معلقة زيت بدنا المنكهات، يعني أنا كان فيني أخلطهم كلهم سوا وحطهم فنجان فنجان. ليه ساويتهم على ثلاثة؟ لأنه كل وحدة حساوي لكم إياها بنكهة شكل. يعني مثلا هي بدنا إياها بنكهة الكاكاو، منجيب الكاكاو اللي عنا منحط نص معلقة. هلأ هي بدنا إياها بنكهة القهوة، منجيب قهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه حسب الرغبة، كمان منضيف نص معلقة. هلأ هاي بدي اياها سادة، يعني تقريبا بالفانيليا، فلذلك بدنا اياها سادة فبينقص على العيار نص معلقة، فلازم نضيفه طحين. هلأ عنا معلقة زيت لكل فنجان. هلأ بدنا نجيب 3 معالق حليب ننزل فيهم. هلأ منجيب هيك ومنبلش خلط، بدنا نخلطهم تمام حتى ما يضل عنا لا تكتلات ولا اي شيء، يعني لازم نخلطهم منيح. هلأ بعد ما خلطناهم منيح منجيب كل فنجان بدنا ننزل فيه الخليط تبعنا. طبعا هلأ منجيب اي نوع شوكولا موجود عنا سواء نيوتيلا او غيره يلي موجود عندكم، المهم شوكولا سائلة، وفيكن تحطوا قطع شوكولا بقلبها، بس انا بفضل الشوكولا السائلة اكثر. نمسك هيك معلقة نفس هاي ومننزلها بالنص، نمسك واحدة تانية كمان مثل اختها، كمان واحدة لهاي كرمال ما تزعل. طبعا هاي الكيكة من دون بيض ومن دون اي شيء ومن دون اي ريحة زنخة، يعني فانيليا ما بدها بقلبها. وهلا مثل ما وعدناكم كيكة بدقيقة، اذا عندكم ميكروويف 1000 واط حطوه دقيقة، اذا عندكم ميكروويف اقل من 1000 واط حطوه تقريبا دقيقة وعشرين. على هذا الترتيب بنسكر هيك وشوفوا لي على هالنغم. وهي كيكتنا الثانية. وهلا خلصت طبختنا، شوفوا لي على هالنغم يلي ما بيرحم. انو طبخه هاي؟ قلنا لكم كيكه وبدقيقه واحدة، انو طبخه هاي اللي قلنا عليها ساده، شايفين يا جماعه؟ وبنقسم اسمتنا هيك المعتبره. يا سلام على النغم، ولي شو شوفوا لي هون في عمايل هون جوا، شايفين هاي العمايل؟ شايفين؟ يا سلام. هلأ منجيب النغم تبع القهوة سريعة الذوبان، هي جماعة القهوة بيعشقوها، يعني مننزل هيك منغوص فيها بهذا الشكل ومنسحب لنا قطعة على الطيف. هاي النهنة، هاي النهنة على الآخر. تعرف شوفوا لي انتو كل الشوكولا بقلبان، النوتيلا عم تسبح سباحة. أنا يا جماعة هي تركتها لآخر شيء، هي العشاء. شوفوا لي الشوكولا تحت، النوتيلا بقلبها عاملة هيك هيك سايحة سايحات، يعني هي العشاء. اسحبوا هيك مع النوتيلا يا لطيف، إلا هيك روحي شك. إذا عجبتكم الوصفة وبدكم هيك وصفات كتير فاخرة وسريعة وبمكونات بسيطة بالبيت موجودة من دون بيض ومن دون بطيخ ولا فرن ولا هالأمور هي كلها، ولا تنسوا تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات وتشتركوا بقناتنا على اليوتيوب بصفحتنا على الفيسبوك إذا كنتوا أول مرة عم تتابعونا. فكان معكم شيف بلال، سلام.